بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 and you will just share with me من كنت مولانا الناس يا أيها الرسول بلغ ما أرسل من السماء once again يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من السماء والله يعصمك من حيلة الأعداء إنه لا قول رسول الله إنه لا قول رسول الله من كنت مولى اليوم مولى من كنت مولى اليوم مولى. Now this portion is Urdu for those who are familiar. I think it's simple. منبر پرایا سلطان بدها منبر پرایا سلطان بدها جیس شانسه و فرمان لایم لوگون کو آگه پیچه سے بلایا اور اللہ کے نام سے ہی شروع کیا پھر اپنے الوداع بھی سنا دیا تو سمجھنے والا نے سمجھ گیا تب علی کے ہاتھ اونچا اٹھایا اور مؤمنوں سے یہ فرمایا من كنت مولا اليوم مولا من كنت مولا اليوم مولا اللهم ولمن والا ولمن والا ولمن والا اللهم آدمن آدا آدمن آدا آدمن آدا اللهم انصر من نصره اللهم اخذل من خذله The last part is part of Surah Quran for Surah A'la هذه تذكرة للذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من هو تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إنه لقول رسول الله من كنت مولاه اليوم مولاه من كنت مولاه اليوم مولاه من كنت مولاه اليوم مولاه فلا فخنا في الله Thank you, thank you. We are loving it.